دخلت يا بتوع افلام اول امبارح العرض الخاص من فيلم 11 11 من بطولة الفنان اياد نصار والفنانة غادة عادل وايضا الفنان محمد الشرنوبي وايضا الفنان الشاب معتز هشام والفنانة هند عبد الحليم. الفيلم اول ما تشوف التريلر بتاعه تحس اللي هو انت هتشوف فيلم من نوعية الافلام الجريمة والاثارة والغموض، وخاصة موضوع ايه موضوع 11 11 وليه فيلم اسمه 11 11 ونزل يوم 2/2/22. فيا ترى الفيلم بنفس الهايب ده وحلينا لغز الغموض بتاع 11 11 وفهمت ايه 11 11 وكل الكلام ده، هل نجح الفيلم في كل ده ولا لا؟ كل ده هنتكلم عليه في الحلقه دي. بس قبل ما ابتدي حلقه بتوع افلام اتمنى تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، طبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج فيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مساء عليكم، انا محمد كمال بتاع افلام. فيلم 11 11 زي ما انا قلت لك بطوله الابطال اللي انا قلتهم لك قبل المقدمه، ومن اخراج المخرج كريم ابو ذكري، وهو يعتبر ده اول تجربه اخراج ليه، وهو منتج قبل كده، يعني هو كان منتج لاعمال كثيره جدا ودي اول تجربه ليه كاخراج. والفيلم من تاليف المؤلف ياسر عبد الباسط اللي يعتبر عنده تجربتين، فيلم 11 11 ده وقبل كده فيلم اسمه كرم الكينج او كرم كينج، مش فاكر مش شفتوش يعني. الفيلم بدور احداثه عبارة عن أربع قصص بنشوفها في الفيلم، الأربع قصص اللي احنا بنشوفها أربع قصص مختلفين لأشخاص مختلفة بتعرف حياتهم وكل حاجة، لكن حدث الفيلم كله بيحصل الساعة 11 الدقيقة 11، فالقدر يجمع أربع بني آدمين بأربع قصص مختلفة جمعتهم في مكان واحد بموقف مختلف، فيا ترى إيه حياتهم عاملة إزاي وقصصهم عاملة إزاي وإيه الحدث اللي حصل خلاهم يجتمعوا ببعض كلهم هم الأربعة، هم الأربعة ما يعرفوش بعض بس اجتمعوا في مكان واحد وبرضه ما يعرفوش بعض يعني. وبنشوف نشوف من خلال الاربع قصص، اول قصة بتاعت غادة عادل ان هي برضو متجوزة واحد اصغر منها ومتخلفش والكلام ده، وده يعتبر نفس قصة قمر 14 او نفس الدور، يعني محسيتش باي اختلاف، حس ان ده هو ده، بس طبعا باختلاف ان الموضوع متطور شوية في فيلم 11 11. نفس الكلام عن القصة بتاعت اياد نصار وانجي المقدم، قصة خيانة زوجية شفناها كتير جدا. اما القصة اللي يعتبر الاطول والاكتر بروزة في الفيلم كله قصة محمد الشرنوبي وايضا هند عبد الحليم. عجبني جدا اداء هند عبد الحليم على فكره، ومحمد الشرنوبي عجبني ان انا اول مره اشوف ليه ملامح مختلفه في التمثيل، ان هو يزعق، ان هو ينفعل، ان هو يعمل حاجات مختلفه انا ما شفتهاش قبل كده. اما القصه بتاعتهم برضو حسيتها قصه تقليديه جدا وحسيتها طولوا فيها زياده عن اللزوم، يعني كعدل كمخرج يعني ليه اشمعنى دي القصه اللي طولت قوي كده؟ حسيت ان فعلا محمد الشرنوبي وهند عبد الحليم هم ابطال الفيلم مش التانيين، يعني انا اتوقع الصراحه متوقع ان اياد نصار ممكن يكون صور مشاهده كلها في الفيلم يعني في يوم واحد، غادة عادل نفس الكلام في يوم واحد، معتز هشام ونور ايهاب في يوم واحد، اما هند عبد الحليم ومحمد الشرنوبي القصه اخذت فتره طويله جدا، وقصه ما حسيتش بيها برضو باي حماس. ومن الاخر يا بتوع افلام الاربع قصص ما حسيتش بيهم بعاطفه، ما حسيتش اللي هو انا متعاطف مع اي حد من الشخصيه الصراحه، برغم ان قصه الشرنوبي برضو في برضو خط كده ما بينه وما بين والدته انا برضو ما حسيتش بيه باي حاجه، وحسيت برضو اداء والده محمد الشرنوبي ما لمسنيش الصراحه. اما معتز هشام بالنسبه لي كانت فرصه الصراحه يا جماعه، يعني فرصه كمخرج او كاي حاجه ان انتوا تنتهزوا ان الولد ده عنده قدرات تمثيليه حلوه جدا، فدوره ما سمحش ان هو يدي تعبيرات او قدرات او اي حاجه، دوره بسيط جدا وقصه برده مكرره سمعناها كتير جدا. وفي القصه دي كان في حاجه برده خلتني اضحك الصراحه، يعني في مشهد كده نور ايهاب اتسرق منها الموبايل، طريقه سرقه الموبايل كانت اللي هو بتتعمل في فيديوهات اللي احنا نضحك ونتريق عليها الصراحه، اللي هو يعني ازاي يعني قبلتوا بالمشهد ده يعدي كده. اما برده من ضمن الحاجات اللي كانت مؤسفه جدا بالنسبه لي برده وممكن يبقى بالنسبه لناس كتير على فكره، ايه ده الاداء العظيم والحلو ده؟ اياد نصار يا جماعه، اياد نصار بالنسبه لي ده اقل دور يعمله، او انا مش عارف هل ممكن كان يكون متخيل ان هو من خلال الاداء والافوره والزعيق ده هيبقى حلو وهيطلع حلو في الاخر، فالناس تقول ايه ده فعلا جاب اخره جدا في الفيلم ده، بس هو انا بالنسبه لي طلع العكس، طلع باللي هو انت ليه بتعمل كده؟ ايه الافواره دي؟ لحظه،
عارف ان هو موقف عصيب وكل حاجه اللي حصل لاياد نصار بدون حرق يعني، بس الاداء نفسه فيه حاجه غلط. وانا حاسس يا جماعه، الله اعلم، برضو ممكن اكون غلط خالص في اللي انا بقوله. اياد نصار من ساعه الاشاده القويه جدا من خلال دوره في فيلم الممر، من بعديها حاسس ان اختياره لادواره مش حلو. هو بيمثل حلو في اي فيلم الا ده، بالنسبه لي ده اقل دور ليه الصراحه. لكن انا بكلمك كاختيارات، اختياراته مش اصح حاجه، مش هقول لك وحشه، بس مش ده، مش لا مش ده اياد نصار اللي قبل الممر اللي انا اعرفه. وهي وجهات نظر بتوع افلام يعني، في الاول في الاخر هي وجهات نظر، وهي برضو تفكير من الممثل. وممكن يكون وجهه نظرك ان اياد نصار عالي جدا بعد الممر، دي اراء يعني كده كده. ومن ضمن الحاجات برضو اللي كانت مستفزاني جدا في الفيلم يا جماعه، الموسيقى التصويريه اللي كانت بطله الفيلم عن ابطال العمل عموما. الموسيقى في كل حته، في كل وقت في الفيلم، وعالية جدا لدرجة ان في حوار او حوارين ما كنتش بسمعهم والموسيقى كده تحس ان في يعني عظمة كده، ويا على اللي والاحداث قشطة يعني، او الاحداث لا تستحق كل هذه الموسيقى. وفي مشاهد تحس اللي هو لا، لو مفيش موسيقى وسمعنا الحوار كان هيبقى احلى يعني. حسيت الحته في الموسيقى دي افوره جدا جدا جدا. مش هقول لك موسيقى وحشه، موسيقى كانت حلوه على فكره، مش وحشه، بس كانت اوفر قوي في كل الفيلم. اما عن خبايا بقى 11 11 وكل حاجه، انت ما فهمتش اي حاجه عن 11 11، لان هو في على فكره لغز يعني لو دخلت على جوجل كده وعملت سيرش وقلت لغز 11 11 هتلاقي الاجابه، وهتفهم ايه الموضوع ده على حسب ناس وعلماء ومش عارف ايه وحاجات صدف وكل الكلام ده. لكن في الفيلم انا ما استفدتش اي حاجه من 11 11 غير ان هو بيحصل حدث، وان الفيلم ايجابياته ان فيه رسائل، طبعا رسائل فلسفيه جدا، وان كل حاجه ما بتحصلش عن طريق الصدفه. بس انت حذفتها لي، انت اديتني احداث الفيلم وبعد كده اديتني الرساله كده كمتلقي، كمونولوج في اول الفيلم، وبتسمع برضو مونولوج طويل في اخر الفيلم بيديك بيه رساله الفيلم. فكان ممكن الفيلم يتعمل كفيلم قصير مثلا، او فيلم منصات من الاخر يا جماعه، مش فيلم سينمائي كبير الصراحه. ودي في الاول وفي الاخر وجهات نظر. وعايز اقول لكم على حاجه بتوع افلام، انا بعد اول 10 دقائق او ربع ساعه من الفيلم، قبل الربع ساعه دي كانت سقف توقعاتي عادي يعني. بعد اول ربع ساعه من الفيلم كان سقف توقعاتي عالي جدا، معليش قوي، بس اللي هو عالي قلت ايه ده، طب والله حلو. لكن مع القصص اللي احنا عشنا معاهم اللي ما حسيتش بيها باي اختلاف او اي اثاره او اي عاطفه او اي حاجه، فما لكش علاقه كده بتربطك من بينك ومن بين اي شخصيه في الفيلم، فالفيلم طلع كده عارف اللي هو ايه، بيديك طبق كده من غير ملح، عارف اكل وخلاص عادي، مش هتقول عليه حلو ولا هتقول عليه ايه الوحاشه دي. وفي الاخر تقييم الفيلم 11 11 يا بتوع افلام هو 5 من 10، وفيلم هيتنسي يعني. انا ابتديت انساه وانا عامل الحلقه تاني يوم ما شفت الفيلم على طول، وفيلم اعتقد ان انا في المستقبل مش هرجع واتفرج عليه واقول يا فيلم 11 11 عايز اتفرج عليه دلوقتي. بس يا بتوع افلام، ده رايي في فيلم 11 11. اهم حاجه في الاخر رايك انت، وانت شفت الفيلم في السينما او هتستناه ينزل على النت فيما بعد لما ينزل، ابقى سيب لي كومنتاتك تحت. هل انت شايف الفيلم كان يستحق ان هو ينزل السينما، ولا كان ممكن يبقى فيلم منصات على طول، ولا شايفه فيلم حلو جدا ويستحق يبقى في السينما وينتشر وكل الكلام ده؟ اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام، اتمنى طبعا في نهايه الحلقه لو عجبتكم الحلقه دي دوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج والفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم.